كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك شخص يحب الجريمة، كان يعشقها. حصلت له قصة غريبة. إذا كنتم تريدون رؤية قصته اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات. وبس، خليكم مع الفيلم. ايه، خلي ادخل بيتي اول مره ادور لي على اكل. ايه حلو حلو، عندنا خبز همين اكل. اوه بصلايات حلو. اوكي بس خلي اخذ لي الاغراض مال القتال مالتي، واخذ الدروع زي كذا، ارتب الاغراض. ايه يا اخي والله هذول الاكل ما يكفون يعني كل يوم. بلا بلا خلي اشوف لي واحد هيك يلقفه. اوه هذا غني، هذا غني. بلا بلا خلي ادخله. ايه خلي اروح اسرقه. ارفع ايده. منو؟ انطيني. روح روح للصناديق وانطيني الاكل. روح للصناديق وانطيني الاكل. منو؟ ما عندي اكل، اريد اكل، اريد لحم، انطيني اكل. يلا روح خلاص على ثلاثة. اذا ما راح تنطيني اكل راح ارمي السهم على وجهك. اوكي اذا ما راح تنطيني اكل. واحد، اثنين، ثلاثة. خلاص راح يلا. اي شيء راح تي. يلا جيب خلاص. جيب هذا دايموند هذا، بس لا ترمي، لا ترمي. جيب، لا لا، ما اريد دايموند، ما اريد دايموند. خلاص جيب دايموند، جيب دايموند. وهم اكل اكل اكل، احتاج اكل. ما عندي اكل، ما عندي اكل، ما عندي اكل، ما عندي اكل. جيب اكل. هذاك هذاك راح اعطيك، اكل راح اعطيك، راح اعطيك، راح اعطيك لك. بس جيب خلاص راح اعطيك، راح اعطيك، راح اعطيك. بس اصبري اصبري، هذا خذ خذ خذ. اي جيب، جيب اكل حلو. لا تقول لحد اني اجادك. اوكي لا تقول لحد. منو انت؟ بس قولي منو انت. ما اقول، ما اقول. مع السلامه. هاي شنو مجرم هذا؟ لو شنو بس 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 لا يعرف يعني منو. اوكي خلي ارجع للبيت. اوكي على اساس خلي اصفط الاغراض مالتي حتى لا يعرفني وكذا. اوكي احط هذول كلهم هنا. اوكي ايه خلي اروح اتسوق لي. والله زمان ما رايح اتسوق. هذا منو؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ منو انت؟ شنو منو انا؟ منو هذا؟ انت منو؟ فلوسي سرقت، كل شيء سرق من عندي، كل شيء ما عندي، بس هذا. يلا جيبه جيبه جيبه. شنو جيبه؟ بالليل واحد دخل علي. منو هذا اللي دخل عليك؟ منو؟ ما ادري، مجرم سرق كل شيء من عندي. والله اذا عرفت منو الا انت. ايش كان لابس؟ ايش كان لابس؟ ما ادري، اعتقد دروع برتقال. ايه دروع بنيه، دروع بنيه. تعرفها؟ لا لا ما بعرفه. هذا اللي لابس دروع بنيه. انا راح ابقى بالبيت هنا بالليل ورد، اشوف شلون يجي لي. اوكي راح اسوي لك كمين، راح اسوي لك كمين. طيب معلش. لا يعني انا مخطط بالليل راح اروح لو اسرقها مره ثانيه، وقال قال راح يسوي لي كمين. بالله شو اسوي هساني؟ اوكي اوكي خلي اروح للبنك اسرق لي كم قرش وخلاص. ها هي. ايوه اخيرا سرقت الكثير فلوس من هذا البنك اللعين. فهسه خلي ارجع للبيت اصفط الاغراض وراها اشوف لي حل يعني. اوكي بس خلي ارجع للبيت اول مره احط في هذا اخليها في هذا الصندوق حتى ما حد يقدر ياخذه. اوكي احط كل هذا، اخذ لي الملابس حق الجرائم وكذا. اوكي خلي البس الاغراض وكذا، اخذ لي هذا. امان اجيب لي البو. اوكي حتى اروح اشوف لي كم واحد اقتله هيك على السريع. اوكي لا صارت الدنيا مطر وليل. اوكي معلش معلش خلي ارجع، وان شاء الله غدا الصبح اكمل الجرائم مالتي. اوكي بس خلي ارجع انام. وها هي. امشي امشي امشي. معقول هذا الشخص بعده نايم؟ هاي هاي هلا يا رجال، اقعد اقعد. اقعد. شنو شنو صحيتوني من النوم؟ هاي ما تدري يعني شنو صار؟ البنك انسرق، بيت انسرق. هاي شنو البنك انسرق؟ تعال يوسف يوسف يسمع اسمع، هاي الدروع انا ما ادري وين شايفه. امشي امشي ويا امشي، عرفت شغله. امشي امشي امشي، عرفت شغله. عرفت شغله، عرفت شغله. ليكون كشفوني. والله شو اسوي هسه؟ انا ما اريد انسجن. لا اعتقد هي هاي نفس الدروع اللي شفت عند الشخص اللي سرقني. ايش رايك تفتش البيت؟ شنو؟ وش تقولون؟ هاي اطلعوا من بيتي. لا حد، هاي لك صناديق لك اغراض. يطلعون اطلعوا من البيت، اطلعوا من البيت، اطلعوا من البيت، اطلعوا من البيت. اطلع 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 اطلع، لا حد يجي، لا حد يجي. قاعدين من الصبح و تتهموني. انقلع، روح روح اضربك بالبو. روح 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 امشي. حسبي الله ونعم الوكيل من هيجي ناس. ايوه اخيرا اجى الليل. اوكي هسه لازم اروح لذاك الشخص اللي كشفني قبل شويه. اوكي اعتقد في ذا البيت يسكن. اوكي بس خليه ادخل له ولازم اقتله. شنو يكشفني؟ هلا والله. جيب، ليش كشفتني قبل شويه ويا ذاك الغني؟ ليش؟ شو مسوي لك انا؟ ليش؟ سمح. شنو؟ خلاص يلا انقلع، مع السلامه. اي خلاص انتقمت من هذا الشخص، وهسه لازم اروح لذاك الغني اجلده همانه.
شوف خليها تشوفه وين هو بالضبط. اي بيته. تعال 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 والله لقتلك. تعال. السلام عليكم. ابلع ابلع. وعليكم السلام. منو كشفتوني؟ ها كشفتوني؟ ها جارنا تجارنا جارنا. اي جاركم جاركم. اي يلا ايش تريد تقول اخر كلمات في حياتك؟ لان راح اقتلك. بس ادعم شغله. ها شنو جارنا؟ ليش تسوي هيك؟ ليش تسوي هيك؟ قول اخر كلمات في حياتك راح اقتلك. يلا قول. لا اعطيك فلوس بس عندي وايف. اعطيك فلوس. يلا جيب جيب جيب. مالك مالك والله مقتلك والله مقتلك والله. جيب بس جيب فلوس. جيب. اسمع اسمع اسمع. هذا الصندوق فتحه. شوف ايش راح تلقى. رجع الفلوس. انطي الفلوس. رجع. اخذته من هاي الفلوس. اخذته من الصندوق. هو الفلوس. تعال تعال بس لا تفتح هذا الصندوق. شوف شنو بيفتح. بيفتح فلوس. دايما جيب 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 جيب. وهرب. راح يكتب والله. لا هرب. هاي شنو؟ وين راح؟ هي وين راح؟ لا هذا ابو صابر. لا ما اريد ابو صابر. اريد الورع ذا الغني. وين راح؟ يلا معليش بما انه هرب خلي بعد استغل الفرصه واروح اكمل اسرق اغراضه وزي كذا. اوكي خلي اخذ كل شيء كل شيء كل شيء عنده واكل عنده. يا اخي والله هذا كلش غني. اوكي هسه خلي ارجع البيت كالعاده اروح اصفطهم في الاندر تشيست وكذا. خلي اصفط الاغراض مالتي. والله عندي كثير موارد الحمد لله صرت غني. والله هسه اعتقد اني اغنى شخص في هاي القريه كلها. فخلي بس انزل كل الاغراض وهاي اروح انام. اوكي خلي انام ان شاء الله الصبح بعد اسوي الجرائم واقتل لي ناس وكذا. هذا البيت مال المجرم. اول مره سرقني وما عرفته. ثاني مره سرق المصرف والنوب سرق صديقي وقتله. جت لي فكره راح اتخلى جوا اخذ الموارد كلها واقتله. على كيف لا يسمعني لا يسمع. اوه شنو هذا الصوت؟ على كيف سديت الباب؟ لا يسمعني لا يسمعني لا يسمعني. اي شنو هذا الصوت؟ جاي يسمع صوت. اسمعني اسمعني اسمعني. شنو هذا الصوت؟ اي منو بالباب؟ جاي اسمع في صوت غريب. لا والله الدنيا مطر والجو برد. بلكي صوت الرياح. يا اخي والله ما مشكله. اوكي خليها هسه ارجع انام وان شاء الله بالصبح اشوف لي منو هذا اللي اجى واللي يريد يجي واللي يريد يجسس. زين ما كشفني. والله كنت راح اروح بيه. اوكي اوكي خلينا نشوف المره وين. هاي مواردنا. اوكي اوكي مواردنا. خلي ارجعهم كلهن على السريع على السريع على السريع على السريع. اوكي رجعت كل شيء من عندنا هسه. كلها رجعتنا. اوكي كلها رجعتنا. هاي هاي اقعد. شنو شنو منو؟ اقعد بولي. ها ايش فيك؟ اسمع اقول لك يعني ما عرفتني. مو ما عرفتني. لا 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 تكتني لا تكتني لا 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 تكتني. ما قلت لك ما قلت لك. شنو؟ اطلع 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 من البيت. اطلع ما اطلع من البيت. لا اطلع من البيت. اطلع من البيت. لا وقف. لا تحرك لا تحرك. شنو شنو؟ لا تحرك. روح. لا اسمع اسمع. لا. وبعد ان تعرض المجرم الى ضربة قوية على رأسه دخل السجن. وهنا حدثت له قصة اخرى. هاي اقعد. ها اقعد. هاي شنو؟ هاي وين؟ اقعد. هاي وين؟ ها شنو؟ ما كنت وين؟ انت تعرف وين؟ انت بالسجن وراح تتحاكم وراح تاخذ جزاء. افتح لي الباب. افتح لي بليز. ماكو لا باب ولا شيء. تيجي تريد تسرقني اليوم راح تعرف ايش راح نسوي فيك. اول شغله وين ودي صديقي؟ احكي. خلاص قتلت صديقك. انقلع. يلا انقلع. روح من النانا. روح من النانا. روح من النانا او اجي اقتلك. روح. خلاص انا راح اروح من هنا وانت راح تبقى هنا. استمتع بلحظاتك الاخيره. راح تموت. هاي شنو؟ ارجع 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 ارجع. موت موت. ما تطلع موت. اي كفو موت. حلو. باع الاغراض اللي عندي واخيرا تحررت من هاي من هذا السجن. هسه صرت اكثر من شنت غني. الحمد لله. خلي ارجع لبيتي. اصلا والله اخذ لي هذا الصندوق. اخذ لي هذا الصندوق واروح اسافر من هاي المدينه لان هاي المدينه خطيره. خلاص صاروا يكشفوني بس خلي اروح. خلي اشرد من هاي المدينه لان صراحه خطر هاي المدينه. اوكي خلي اشرد خلي اشرد. والله لا انتقم من هاي القريه. والله لا اجي اليوم وافجر كل بيت هنا كل شخص لاقتله هنا حتى انتم يا حيوانات الا اجي اقتلكم كلكم. بس خلي اشرد القريه ثانيه اسوي لي عمليه تجميل حتى لا يعرفون شكلي وارجع لكم. يلا هسه رايح. كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك شخص يحب الجريمة كان يعشقها. حصلت له قصة غريبة. إذا كنتم تريدون رؤية قصته اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات. واشتركوا قناتي هذا موجودة بالوصف. والله موجودة بالوصف. خلي أدور لي على شنو أكل. تريد ماي؟ الماي بارد. الماي بارد ماي بطعم الذبان.